السلام عليكم. هسه بس غير تنفتح. مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ اتمنى تكونون بخير. انا الحمد لله بخير. اليوم عندي صندوق جايني من الاردن، راح افتحه وراح نشوف شنو موجود داخل الصندوق. طبعا الصندوق اجاني من يوتيوبر اسمها سارة، وهي واختها يشتغلون بالقناة، يعني قصدي انهم يسوون فيديوهات بقناتهم، اسمهم سارة ولما. فسارة ولما دزوا لي هذا الصندوق من الاردن. شوفوا هذا الفيديو وارجع لكم. هاي انا لما. وانا سارة من قناة سارة تي في. اليوم هن بعثت لنا طالب من امريكا، فحابين نفتحه معكم ونشوف شو هن بعثت لنا. فلما تخلصوا من فيديو هن تعالوا احضروا الفيديو تبعنا، راح تلاقوا رابط الفيديو ورابط قناتنا في صندوق الوصف. وطبعا ما تنسوا كمان تشتركوا بقناتنا، لانه قناتنا بتحتوي كثير اشياء حلوه مثل تحديات ومقالب وفيديوهات تمثيليه، وان شاء الله راح تحبوها. اوكي، فبعد ما تخلصوا مشاهده هذا الفيديو روحوا على قناه ساره ولما، لان انا هم دزيت لهم صندوق من امريكا للاردن. طبعا اتفقنا انهم يدزوا لي اشياء موجوده بالاردن مو موجوده بامريكا، وانا ادز لهم اشياء موجوده بامريكا مو موجوده بالاردن. وعندي هواي فيديوهات من هاي السلسله بقناتي، اذا تريدون تشوفوها راح اترك لكم الفيديوهات كلها بصندوق الوصف. مره تحولت سعوديه، مره تحولت اماراتيه، مره تحولت تركيه، ومره تحولت هواي جنسيات. هواي صناديق فتحت، واليوم راح نفتح الصندوق الاردني. يا هلا بالنشامه، يا هلا. ايش هذا؟ اوكي يا جماعه راح نفتح هسه. ثواني نحط الصندوق هنا. صندوق كلش كبير وثقيل، مغلفين اياه مثل الهديه. يا هلا يا هلا بالنشامه، يا هلا. هذا هو الصندوق، اول ما فتحته راح اراويكم اياه قبل لا نشوف المفاجاه، المفاجآت اللي بيه. هذا هو الصندوق، اعتقد انه هاي لوحه دا زيدي. معقول هاي انا؟ بس شو شيء كلش حلو، يعني رسامه ورسامه اردنيه رسموني من الاردن ككاريكاتير. وهذا هو الصندوق، خلينا نشوفه. هاي شيء ثقيل يا جماعه، ما اقدر احطه بحضني حتى. هذا هو، هاي هي الاشياء اللي بيه. يلا نشوفها سوا. اول شي جابوا لي حلويات، شوف الحلويات سوا، كوكيز، بسكت، زائد كيت كات. انا احب الكيت كات، شكرا شكرا على الكيت كات، بس انا مسوي رجيم هسه. ولو عادي يعني ممكن اكسر الرجيم. جابوا لي مارشميلو، وجابوا لي جيلاتينات، هاي هي الجيلاتين، كيت كات اكثر، جابوا لي حلويات من هاي. شكرا لكم على هاي الحلويات كلش حلوه، اكلها بعدين. خلينا نجرب هذا الكوكيز، انا ارجع اجربه، بحياتي ما مجربته. اكل منه شوي ما يخالف. كلش طيب. جابوا لي بسكت، جابوا لي نستة لأم جوز الهند، وهاي نستة ثانية جوز الهند هم زين، هاي انا احبها كلش، اوزمو كانت مفضلة عندي. اوكي، جابوا لي اوربيز اللي هي الكرات اللي نحطها بالماي وتكبر، شايفين هاي؟ تحطوها بالماي تكبر. خلينا نحطها بالماي هسه، راح نحطها هنا على الاوربيز. حطينا الاوربيز هنا وننتظرهم يكبرون، بعدين من يكبرون راح اراويكم اياهم. يلا نكمل الصندوق. ها الشيء الحلو اللي قلت لكم اياه، جابوا لي اياه، جابوا لي مرايه على شكل الثوب الفلسطيني. شوفوا هذا شكل الثوب الفلسطيني وهاي المرايه. جابوا لي سلايم، جابوا لي سلايم، انا وديت لهم شيء يصنعون بي سلايم، روحوا شوفوه على قناتهم. اوكي يا جماعه خلينا نشوف شنو هذا السلايم، شلون شكله سلايم. حتى العلبه بيها شكل سلايم. هاي شنو؟ هذا مو سلايم. عرفت هذا شنو؟ هذا مو سلايم، هذا حامض، حلويات حامضه من هاي الحامضه، يعني مثل السامه، مو سامه بس حامضه لدرجه فظيعه. يعني يمكن هم حطوا لي تحدي، لان هذا الفيديو بيه تحدي، هم حاطين لي تحدي بالصندوق، فاعتقد هم حطوا لي تحدي اكل هاي الحلاوه الحامضه. خلينا نشوف شنو التحدي وبعدين ناكلها، لان اعتقد تحدي. وعندي هنا اونو، لعبه الاونو. تعرفون هاي اللعبة؟ ها هذا هو التحدي. يلا خلينا نشوف التحدي، نشوف التحدي انا وانتو سوا.
تحدي الحامض، بتحداك يا هند انك تاكلي، شوفوا تاكلي ثلاث حبات من الملبس الحامض مرة واحدة. بسيطة، ما طلبتي شيء. وين الملبس الحامض؟ هذا هو اللي عبالنا سلايم. يلا ناكل ثلاث حبات. 1 2 3. بس ليش مسوي لي اياه كأنه سلايم؟ هذا بطعم الليمون. لا صعبة. اكل ثلاثة، هاي واحدة، هاي اثنين. طيب لحمه طيب، مو زين، خاف ضار. اذا اكلنا ثلاثة وانا مسوي الرجيم، تخربين علي الرجيم. والله يا جماعة اقدر اكل ثلاثة، بس هاي بيها سكر هواية، وانا رجيمي راح يخرب. انا مواعدة نفسي انه رجيم، والله اقدر اكل ثلاثة، قد التحدي انا. بذور الفاصوليا السحرية، عرفتها، هاي نزرعها وتطلع النبتة بيها الكتابة. شوفوا بذور الفاصوليا محطوط عليها love، اعتقد انه هاي نزرعها، النبتة اللي يطلع عليها هذا الكتابة، تطلع عليها الكتابة يعني. نجي للهدية اللي بعدها، سكاكر انغام. شوفوا يعني هاي حلاوة اردنية اصلية، يمكن هاي حلاوة سورية. غمضوب، وانا مسوية رجيم يا كافي. طيبة، جايبي لي واتساب، يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، شو القصة؟ جايبي لي خاشوقة، هشوف شنو داخل. واو، كوب اليوتيوب، واو عجبني. عندي هنا مثل يعني حلويات حامض حلو، اوكي، انتاج مصنع النور للسكاكر عمان. هاي صناعة اردنية، هاي السكاكر صناعة اردنية. شوف شكلها، شموع. اعتقد جايبي لي شيء يعني احط بيه الشموع. هسه راح نفتح نشوف شنو. جايبي لي مثل هذا اللي جاب لي اياه علي المرجاني، تتذكروه؟ اللي ما ادري شنو سميناه مرجاني يمكن. هاي مرة نسميه هذا جسومي. باعوا، يطلع بيه براسه. اوكي، هاي بعدين نسويها. تابعوني على سناب شات، هذا هو سنابي، حتى تشوفوني من اسويها. وجايبي لي مساكة للكمبيوتر او للتاب، اذا بدي اثبت الموبايل اريد اشوف شيء، حطه على الطاولة بهاي الطريقة. حلوة، حلو هذا الاختراع. لا بس كسر لي الشاشة. زين انا ملبسة الشاشة، يعني مو الشاشة، كسر لي هذا طين البحر الميت. خلينا نجرب طين البحر الميت على ايدي. حلوة ريحته، أملاح البحر الميت. أعتقد هاي الأملاح تستخدم، خلينا نشوف شلون تستخدم. مفيدة للجلد وجسم الإنسان، إزالة المواد الضارة من الجلد واستئصال القشور المركبة على الجلد. أعتقد هاي، هذه حطوها بحوض الاستحمام يعني بالبانيو، تفيد الجلد، جلد الإنسان. أي هاي أملاح البحر الميت، صابون طين البحر الميت. يعني هذا طين البحر الميت، وجابوا لي ايضا صابون طين البحر الميت. تراب. حلو هاي، واو حلوة. اتذكر شايفتها بالاردن، من رحت للاردن. شوفوا يسوون الجمال على شكل تراب، يعني هذا تراب رسمي، يعني ما ادري شلون اشرح لكم، بس رسمي هم بالتراب، وايضا راسمين اسمي هند دير. خوش ذكرى هاي. عطر، حتى العلبة مالته غريبة، بس هو هذا شنو يعني؟
اعتقد ما ادري مصنوع بالايد هيك شيء لانه ما مكتوب عليه اسم نوعيه معينه. اوكي نجي للشيء اللي بعده. اخيرا اقتربنا. هي نحط عليها نحط فيها قصدي نحط داخلها الشمع ونحط هنا زيوت عطريه. اعتقد العطر هذا هنا لازم نحطه ليش لا. اي يمكن شكله هذا زيت عطري مو عطر عادي، فيمكن هذا زيت نحطه هنا ونشعل هاي الشمعه تبخر بالغرفه. نجي للشي اللي بعده. واو الاردن بترا، جبليها من بترا، نعلقها على الثلاجه. وهاي ميداليه مصنوعه من السيراميك، هاي حلوه ذكرى حلوه من الاردن. اوكي راح اشعل هاي الشمعه. قاعد تطلع بخار، شوفوا الاوربيز يا جماعه كبرت. خلينا نشوف شنو بعد جابولي من الاردن. جابولي شعر بنات على شكل علج، وجابولي حلويات. هذا فول سوداني، هذا حلو احبه بس سكر هوايه. وكتكات هم، شكرا لكم على الكتاكيت الهوايه. وهذا الفول السوداني راح نجربه سوا. نكهة الحار، اي والله حار. حار يا جماعة حار. شكرا يا لما وشكرا يا سارة على هاي الاشياء اللي دزيتوا لي اياها. اتمنى يا جماعة تروحون على قناتهم وتشوفون انا شنو دزيت لهم من امريكا. وخلص الفيديو شوفوا سلسلة هذا الفيديو، اكو هواي فيديوهات شبيهة لهذا الفيديو. لا تنسون تسوون لايك على هذا الفيديو اذا عجبكم واشتراك بقناتي وضغط على زر الجرس. واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة. Thank you.